السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناة يومية طالبة جزائرية. اليوم إن شاء الله تحت طلب العديد منكم راح نشارك معكم كيف خططت لشهر مارس بشكل خاص، وكذلك نشارك معكم التخطيط الشهري واليومي بشكل عام. وبلا ما نطول عليكم يلا نبدأ. شهر مارس يعني فصل الربيع، لذا قررت أن تكون الفكرة الرئيسية لهذا التخطيط هي عن فصل الربيع، يعني كلها أزهار وألوان. لذا في الصفحة الأولى حاولت أن نرسم هذه الأزهار على شكل دائرة، وكتبت بداخلها مرحبا مارس، ثم رحت كتبت عبارة تحفيزية. وفي الصفحة المقابلة هنا كتبت رزنامة الخاصة بالشهر، وبجانبها كتبت خطة للتسبيح، يعني كل يوم نخصصه لذكر معين. والصفحة الموالية خصصتها لكتابة أهداف الشهر. تحت صنت بعض من باقات الورود، أما في الصفحة الأخرى أول شيء كتبته هو أفكار لفيديوهات اليوتيوب، ألصقت هذا ستيكي نوت لكتابة الأفكار. وثاني حاجة كتبتها هي عن الكتب، رسمت هنا كتاب، ومن تحت هنا سأكتب الكتب التي يجب أن أقرأها هذا الشهر. وثالث حاجة هي عن الميزانية، كيف أدير يعني المال، أشياء التي أحتاجها، والمبلغ الذي يجب أن أحتفظ به في آخر الشهر. وهذا الصفحة خصصتها لكتابة التحديات التي يجب أن أخوضها هذا الشهر، فمثلا قيام الليل أو قراءة فصل من كتاب كل يوم. وكتبت عبارة تحفيزية في الصفحة المقابلة لها. والآن سننتقل للتخطيط اليومي. هنا كتبت اليوم مع التاريخ، ورسمت بعض من النباتات والورود، وسأكتب في المقابل المهام التي يجب أن أقوم بها كل يوم. وهكذا كان التخطيط الشهري واليومي الذي أتابعه، بسيط جدا. التخطيط يساعدك على إدارة الوقت بشكل فعال، وكذا استغلاله لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وكذا إنجاز العديد من النشاطات. فوضع مخطط قابل للتنفيذ يمنحك راحة البال والسلام، ويساعدك أيضا على تحقيق التوازن في حياتك الاجتماعية وأنشطتها. ففقط دقائق من التخطيط ليومك يساعدك على تحقيق أهدافك. وفي الأخير ملاحظة فقط، تستطيع أن تخطط وتنظم مهامك فقط بالكتابة في دفتر عادي بدون رسم وتلوين. المهم الفكرة الأساسية هو التخطيط وإدارة الوقت للنجاح وتحقيق الأهداف. فأنا مثلا صراحة لست من هواة الرسم، إلا أن أجد فكرة الرسم والتلوين للتخطيط فكرة جميلة لكسر الروتين وملء الفراغ، ومحفزة أيضا لإنجاز المهام. وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، إن شاء الله يكون نال إعجابكم وأفادكم. إلى فيديو آخر إن شاء الله. سلام.